عين خلاص الطافي بلاستيك، وحاج واش كنتي تقدر تشوف من بعد. هادشي نتيجة لأن التلسكوب كيجمع لينا الضوء اللي جاي من الشمس والحرارة اللي جاي من الشمس واحد النقطة صغيرة، يعني إذا طلعتي بعينك ممكن عينك تقل متقدر تشوف من بعد. داكشي علاش كنستعملو ما يسمى فلتر شمسي. هاد الفلتر الشمسي كيعكس حوالي 99.99% من الضوء اللي جاي من الشمس، وكيخلي ويسمح بمرور 0.01% من هاد الضوء، وبالتالي كتأثرش عين بزاف.